السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ام هنا من قناتكم بيوتيوب في منزلي. كراكم البنات توحشكم، راني في يوم ما طلعت لكمش فيديو، توحشكم بزاف بزاف. الله غالب زعما الظروف ما خلاتنيش نطلع لكم فيديو. كم عارفين كيكون وقت الفلاحه وكاع، حنا المسا هنخرجوا نروحوا للبحر ولا نقعدوا في الدار. من بلا انا روحنا البيت شكون كاين خدامه داخلين خارجين ما نطيقوش على بالك الفيرمات واش فيهم. اليوم رحت يعني خدمت الفرصه، قلت والله نوري لكم كيفاش نديروا الذره. البنات الذره انا قلعته من الكيره وغرسينه، شوفوا كيفاه داير. هاني قلعت حبات انا حق هما قلعوه ماشي انا اللي قلعت، وحتى بديت نقشر فيها قشرت حبات. ما تفكرت باللي لازم نديكم فيديو ونوريكم واحد الطريقه، يعني اغلبيه نسيبوه مع الطريق يشوطوه في الجمروبه. انا هما هنايا ما يديرولوش هكذا. دوك نوريكم الطريقه هذه كيفاش يديروا باش تعلم اللي ما عندهاش يعني الجمر ولا كاين بزاف ثاني يحبوا يحوسوا يدخلوا داخل الفوق ولا يحرقوه باش ياكلوا. انا ندير لكم طريقه سهله سهله سهله، يعني ما اللي ما يعرفش كيفه وكاين بزاف يحبوه الدراهم سمعي، يعني ما يعرفوش كيفاش يطيبوه بهذه الطريقه هذه. دوك تشوفوا انا دوك نبدا نقشر فيه ونوريكم كيفاش. ايوا تبعوني كيفاش باش تعرفوا كيفاش يقشروه. هكذا البنات هكا يقشروا، شوف كاين بزاف لي كي تشوفوا هذه بقاو يكسروا فيه. هذا لا، هذا يتكسر بالموس البنات. حتى حنا كي نقلعوه من المسجره تاعو نقلعوه بالموس، ما نطيقش نقلعوه باسكو كان نقلعوه السجره كامل تروح، وهو ما يديرش غير حبه في السجره، يدير ثلاثه اربعه حتى الخمس حبات يديرهم في سجره واحده. هكذا البنات نحلوه منها هكذا ونجبدو خطره الاولى نجبدوها ومن بعد يجينا ساهل. ها يجيك ساهل، غير تقلعي الجلده الاولى ومن بعد يجيك ساهل ساهل كيفاش ديريها. شوفوا البنات الشعر، شي واحد لاكرايه البنات ما شاء الله تاع الشعر. شحال من خطره نقول لبنتي كان جا شعرك هكذا تقول لي ماما حسبتيني باغبي. شوف شوف ونكسروه منها. ها شوف كيجي ساهل هكذا. انا ديجا راني مقشره زوج حبات لهنا ها، ونقلعوا هذا الشعر طبعا. دوك نكملوا البنات باش نوريكم الطريقه. دوك نكملوا ونعاود نرجع لكم. او البنات راني هنا قشرتو ها هو كامل. شوفوا كاين حبات يجوا كنورمال، كاين حبات يجوا معمرين. شوفوا ها يعني كل وحده كيفاش تجي تعمر، كاين يجي فارغ بصح معليش المهم فيها من تحت. شوفوا معمر. دوك البنات انا نجيبها قدره، يعني قدره تكون مورفين تغلو فيها كما نقولوا بطاطا باش نديروها سلطه ولا اي حاجه نجيبوها باش المهم نقيها تاع الطياب ومش تاع طواجين برك. ها هذه انا نبدا اش ندير، انا نبدا نحط بالحبه هكا. هذه كيما هذه كبيره البنات، انا دوك نكسرها على زوج خاطرش ما بغاش تدخل. خلو شويه من هذا يعني مليح، هذا قلنا مليح للصحه البنات. ها شوفوا كسري لي هذه على زوج. ها البنات شوفوا هذا كسرتها على زوج ها هكذا. دوك انا نعمرها بالماء ونوريكم ثاني كيفاش. البنات شوفوا هنا راني عمر في الماء، نعمرها شوفوا حتى يدرك كامل هذا يتعمر ما يوليش يبان. ها دوكا ها شوفوا البنات كي درت له الماء ها هو. دوكا اش ندير، ندير له الملح. نعمر شويه ملح يعني اللي كاين اللي يحبوا ما هو اصلا يشرب الملح البنات، يعني كاع كتكثروا له يجي مالح ما تخافوش منه نورمال. واللي ما يحبش الملح ما يكثرلوش الملح، وكاع تكثري له بنه يجي نورمال، يعني يشرب الملح تاعو ما يجيش مالح. خلوه يذوب هكذا. دوك نزيد شويه، انا نبغيه ياكل شويه ملح يجي شباب. ها يعني كل واحد على حسب الذوق تاعو البنات،
تحبوا تكثروا الملح كثروا، تحبوا ما تكثروش ما تكثروش هكذا. انا هذا خصاي، هذا هو الملح اللي نديرو. دوك نديرو وين نديرو البنات؟ نديرو يغلي، كي يغلي مليح 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 تسيبوه هو كي ديروه هكا، تسيبوه طري 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 يعني يذوب. واللي يحب يديرو في لاكوكوت، كاين بزاف يديرو في لاكوكوت، بصح انا ما نحبوش في لاكوكوت باسكو يجي كاع حتى هذا العظم الداخل هذا يجي طري، ما نبغيش، نبغي غير الحبات يجوني طريين باش ناكلو. دوك انا نديرو فوق النار، كي يوجد ان شاء الله هنوريه لكم. او البنات بعد ما غلا راني صفيتو من الماء تاعو كاع، دوكا واش نديرو؟ شوفوا البنات اللي يحب ياكلو هكا، شوفوا الله يبارك كيفاه طيبه، شوفوا والله غير طاب ما شاء الله، يعني وحلو حلو حلو هايل البنات لذيذ جدا هكذا. واللي حابه اللي حابه ديروا في السلطه ما كاش مشكل، كامل تقلعوا تقلعوا كما اللي يتباع، تقلعوا وديروا في السلطه تاعها، بصح غير يعني ما تخبوهش، انا ما نضمنكمش بلي ما يغملش، انا ما نعرفش كيفاش نديرو باش نخبيه الطريقه هذه، ما سيتهاش، ماشي انا مازال ما سيتهاش باش نقول لكم عليها. من اللي حبت كما تشري كيما هذا وتغلي وديروا مع السلطه ما شاء الله، واللي حبه تاكلوا هكا تاكلوا هكا. انا نفضلون انا نعطيه لولادي هكا باسكو مليح، حتى هذاك كيما هذا اللي يجي تتقلعيه كامل يجي مليح ياكلوه دراري، زعما ما يضرهم ما والو، تخافوش منه. يعني على بالكم فوائد تاعو ما شاء الله، لكن قلت الله نديرو من يعني اي حاجه نعرفها من تدابير منزليه ولا رحلات ولا اي حاجه نديرها لكم باش تعرفوا كيف. هذه هي البنات كيفاش نديرو حنايا نطيبو الذره. البنات سمحوا لي باسكو كان دخلوا علينا يعني مولين الدار، مول الدار دخل علينا قاعد يهدر، سمحوا لي ولا خرجت تهدرت ولا. البنات قلت لكم شوفوا تاكلوه هكذا ولا ديروا في السلطه تقلعوا بالحبه هكذا، يعني ماشي تقلعوا بالحمه بالحبه سمحوا لي، تقلعوا وتقشروه، تقلعوا هذا الحب هذا كامل وديروا في السلطه مع الرز، على بالكم كيفاش يجي ما كاش اللي ما تعرفوش. هذه هي البنات، ان شاء الله يكون عجبتكم هذه التدبيره هذه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.